هذه ضابطة إسرائيلية من جيش العدو الإسرائيلي عندما تحاول اعتقال إحدى الفتيات، ونشاهد امرأة فلسطينية بطلة تقوم بجذبها من شعرها وتمرمر بها الأرض. الله أكبر. هكذا يجب أن يكون حال الصهاينة المحتلين للأرض، وصاحب القوة هو صاحب الأرض. شاهدوا هذه المرأة الفلسطينية الشجاعة وهي تمرمغ بكرامة الضابطة الصهيونية الأرض. مكانهم الأسفل، مكانهم الحضيض، هؤلاء المحتلين السفلة. هذه المشاهد مناسبة انتفاضة غزة منذ أمس، وإن شاء الله ينصر الله الحق وتعود فلسطين إلى أهلها ويرحل عنا الظالمون المغتصبون. الله أكبر، الله أكبر. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم قوهم يا رب بالإيمان وبشهر رمضان شهر القرآن يا رب العالمين. هذا المشهد يوضح أصحاب الحق من أصحاب الباطل. عندما تكون صاحب حق يعطيك الله القوة. وهذه المرأة الفلسطينية عندما أرادت الضابطة الإسرائيلية أن تعتقل ابنتها راحت تدافع عن ابنتها بقوة. شاهدوا معي هذا المشهد الجميل الذي يبين الحق من الباطل. الباطل هو الذي على الأرض، والحق هو الذي ينتصر إن شاء الله.